اعطينا الملحوظه وبعديك علق لي على الملحوظه. انا والله وليت نتفهم برشا الشارع التونسي الذي يتوجه سخيفه من هذه الحكومه. كل يوم ياتي اداء الحكومه رغم احترام الشديد لعميدي الازهر القروشابي الذي يكن له كل احترام في شخصه. كل يوم ياتي اداء الحكومه ليكرس فكره ان هذه الحكومه ادائها مستراب، اداؤها حتى تكون على عبارتي دقيقه مستراب. ما صدر هذا اليوم في الندوة الصحفية للسيد وزير العدل العميد الأزهر القروشابي كان أقل من المأمول في رأيي. الحقوق التونسي والمواطن التونسي على حد سواء. توصيف الأفعال اللي نسبت إلى العصابة، سامحوني ما بين ظفرين نحب نكون رجل قانون في هذه اللحظة، كان توصيف بسيط وسطحي مع كل احترامي للأشخاص. ماذا يعني أن زين العابدين بن علي يحول إلى مجرد مهرب لأموال في الخارج؟ ماذا يعني أن عماد الطرابلسي ليس أكثر من محاولة لتصدير الأموال للخارج؟ ماذا يعني أن عملية القتل محصورة في فريق السرياطي وبعض الأشخاص لا يتجاوزون عدد الأصابع؟ المرأة اللي تمت في مدنين، الشهيد اللي في مدنين، واللي قتل حلمي الشهداء اللي مشاو الكل، وهم زين العابدين بن علي مش مسؤول عليهم، وعصابة السوء ليست مسؤولة عنهم، واللي أطلقوا النار وقالوا لنا راهو فما فراغ أمني في الوقت هذاك، فما انسحابات أمنية، فما قناصة خرجت للشوارع روعت من مدنين من بنزرتي بن قردان، في بن قردان السرياطي يقال أنه ألقي عليه القبض وتابع تلك العملية. من بنزرت بن قردان وهم تبخروا وينهم. بالتالي عندما يظهر عليه السيد وزير العدل في هذه الحكومه بهذا القرار السياسي في اخر المطاف، لان قرار التحقيق هو قرار سياسي. قانون نجم عندك المجله تبارك الله ترسانه التي اعدها بن علي من النصوص التشريعيه الجنائيه واسعه واسعه جدا. ولكنه اكتفى منها بالجانب المالي للرئيس المخلوع، وهذا في تقديري إساءة. ثورتنا مش فقط على المال، ثورة على الكرامة، على من أطلق الرصاص على صدر الشهداء الأبرياء. بالتالي أنا أداء الحكومة، من أداء الحكومة الذي أتوجس منه خيفة الإقصاء. أختي البارحة هنا في البلاتو صار تغريبة وأنا تفرجت البارح في وزير محمد أحمد إبراهيم يصف طرف سياسي في البلاد القوميين، يقول يجينيش حتى واحد من التيار القومي يتحدث وهنا في البلاتون تاع النبال. بالتالي وقت نسمع انا خطاب اقصائي من وزير اصلا في المعارضه اللي هو احمد ابراهيم، ثم اداء سياسي مرتعش لوزير العدل ايضا محسوب على محسوب ما نقولش على المعارضه ولكنه محسوب على خارج الحكومه نتاع بن علي. وبالتالي اعتقد ان المساله ما يقوله الشارع أجد صداه في تصرفات الحكومة اليومية. أولا. ثانيا، أنا ما نحبش ندخل المسألة السياسية في الجوهر، ما نحبش ندخل في بالنقاش القانوني الفصل 41 من الدستور. أي لا، وهل ترى أن زين العابدين بن علي أعطاه الدستور حصانة فعلية في أن يتصرف كما شاء ابان حكمه، ثم بعد ذلك ليس له حق، لا يوجد لدينا حق مسائل؟ هذه كله كلام فارغ. النص هذاك غير دستوري، وهو نص يعطي لا حصانة للجريمة، الجريمة لا حصانة لها، قاعدة أصولية أقوى من الدستور. ثم حاجة أكثر من الدستور أختي، دروا فوندامونتال، الحقوق الأصلية للبشر. ما تنجمش تجي القوانين تحمي تعدم الحقوق الأصلية للبشر. المجرم لا يفلت من العقاب، عقاب السماء وعقاب الأرض الكل. وبالتالي فصل 41 انا اعتبره غير دستوري. ولكن الخطير، الخطير هو ان توجيه التهم كان بشكل بسيط. وقت اللي نطالبوا من الانتربول ان يجيبوه لانه قاتل الشعب التونسي. انا جايك فقط حبيت نوصل بشيء بالمنهج وحديث هادئ شويه، سامحيني اختي عربي حتى تكون اعصابنا اهدى الناس الكل. لا هدينا. بالتالي لو كان اليوم كانت بطاقة الجلب الدولية اللي أصدرتها وزارة العدل التونسية طلبت الانتربول تجيبه من أجل إبادة للشعب، من أجل القتل بدم بارد، والله كل شرفاء العالم. أما توا جايبينه يا رسول الله على خاطرك ناتري، راجل مشى عمل شوية كونترا بالمنطق، معناها قلت أنا بكري في التدخل بتاعي، يمكن زين العابدين بن علي يكلف أحد المحامين في تونس،
باش يتولى تقديم المطلب صلح للجمارك التونسيه وتبقى لمجله الصرف، ويمكن يمتعوا وزير الماليه لانه كان يخدم معاه في حكومته بقرار صلح. اقول هذا توا، هذا معنى زين عبدين بن علي ل 23 عام الطغيان، والصافي سعيد محكوم عليه ممكن فتره معينه فكروا في الحكم بعلي بالاعدام في 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 عهد في عهد بورقيبه، ثم بعدين يرجع عنا والوضعيه تحدثوا على وحركه النهضه وكل الشرفاء في هذه الامه يعني في تونس القطر التونسي. انا بالتالي يجي الرجل ولا انا في اخر المطاف يبسط الى مجرد مهرب يمكن ان يجي مطلع. ملاحظه اخيره حتى ما تطولش عليك، يعني الموقف انا اعتقد هل يمكن جلب زين العابدين بن علي؟ ولا زين العابدين بن علي يعرف شامل وحصن نفسه بالنظام السعودي صراحه بوضوح، ولكن صراحة هو اعتقد ان تواجده الان في المملكه العربيه السعوديه حصن لي انا في رايي المطلقة الموقف السياسي للشارع التونسي هو الذي يجلب زين العابدين بن علي. ليس قرار الانتربول، الانتربول وما اليه مساله اجرائيه اذا كان ما يعضيناش عليها بالنواجذ كما تقول العرب، وسامحيني في استعمال اللغه العربيه الفصحى هنا، اذا كان مش بديناش بقلوبنا ما عضيناش على قلوبنا في المرحله هذه حتى ناتي بالقاتل، حتى ناتي بالعصابه، حتى ناتي بالسراق، حتى ناتي بالذين اطلقوا الرصاص على حلمي وعلى المراه وعلى كل شهداء تونس. والشعب التونسي ما شدش على قلبه، ما وقفش وقفه صحيحه وسليمه، اعتقد ان المسائل الاجرائيه ما عندهاش دلاله. واضح. بالتالي مساله سياسيه بامتياز وبدرجه اولى. سي المنصف، اذا عندك تعليق على هالكلام.